للسلف الصالح سماحة الشيخ، حديث استقبالهم لهذا الشهر الفضيل، كيف كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم في استقبالهم لهذا الشهر؟ استقبلوا بفرح والسرور والتواصي بالعمل الصالح فيه، لأن الشهر العظيم نعمة من الله إدراكه. كان النبي يبشر أصحابه يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر جاء الله صيامه فريضة والقيام عليه تطوعا. فالمؤمن يستبشر بهذا الشهر ويستجيب في أداء الأعمال الصالحة فيه ويفرح به، كما كان النبي يبشر أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم.